عزك في رجليك. وبعدين ما تقفي عزيزة ما تفضحيناش. تلزم خدمة يا هانم. الله، هو مش حضرتك برضو؟ أيوة أنا. دي فرصة سعيدة خالص، ده أنا كان نفسي أتعرف على حضرتك من زمان، لكن حقيقي كل شيء اسمه ونصيب. إيه هو اللي اسمه ونصيب؟ مقابلتنا النهاردة، تأكدي حضرتك إنها هتخش التاريخ الفني. ذات يوم حار جاف صيفاً عند كيلو 91 تمت المقابلة بيننا. على فكرة ده أنا نسيت أقدم حضرتي لحضرتك. أنت هتحكي لي تاريخ حياتك؟ لا أبداً، دي نبذة بسيطة. أعوذ بالله. واضح إن حضرتك عصبية ومتضايقة. أنا فهمت. فهمت إيه بقى حضرتك؟ إن حضرتك واقفة الموقف الشاعري ده علشان تستلهمي شحنة جديدة من الأحاسيس الفنية، وأنا بقى قطعت عليك الإلهام ده، مش كده؟ أعوذ بالله. إف! إيه دي كمان فيها أعوذ بالله؟ أنا فهمت. حضرتك واقفة هنا تستنشقي هوا نقي، ها؟ عندك حق. مفيش أجمل من هوا الصحراء. يا أستاذ أنا عربيتي عطلانة. الله، طب ما قلتيش كده ليه من الصبح؟ هو أنت سايب لي فرصة أقول حاجة؟ خلاص يا ستي، اعتبر إن العناية الإلهية بعتتني ليكي في الوقت المناسب. حضرتك بتفهم في العربيات؟ إيه اللي أفهم؟ حضرتك شايفة العربية الشيك اللي واقفة قدامك دي؟ أنا مركبها على إيديا من وكالة البلح. الموتور نص فولكس والنص التاني ستروين قديم. الشاسيه كان أصله هوندا. أما بقى الفيتيس كان صرن كروفت، والدريكسيون ملوش ملة. في النهاية بقت التوليفة اللي واقفة قدامك دي بقت واحدة من أعظم السيارات في العالم وتناسب أسلوب حياتي. طب اعمل معروف، أحاول تصلح السيارة اللي تناسب أسلوب حياتي أنا علشان أروح. من عناية الاثنين. تسمحي؟ هادي. ودي بتتفتح منين دي؟ طيب. لا بسيطة. ما تقلقيش حضرتك. يا خبر، كل دي مفاتيح. طيب هيتنضف الازاز برضه. يا هادي. يا خبر، ما شاء الله كل ده موتور. لا بسيطه، ادي نومه. ناولي لي مفتاح 18. مفتاح ايه؟ ما تيلا ما تعطيناش امال. اتفضل. بقى ده برضه مفتاح 18. كل الموجود اهو. طب تسمحي تنزلي تحت شويه؟ تحت فين؟ تحت العربيه. انا ما هو حضرتك لازم تمسكي راس المفتاح لغايه لما افك تربه البنزين واشوف مسدوده ليه. يا مسهل يا كريم، عارفه ايه اللي بفكه ده؟ لا. يا خساره. تعرفي حضرتك في بلاد بره يستحيل يدوا ترخيص سواقه لاي حد من غير ما يمتحنوه في الميكانيكا، انما عندنا بقى هات ورا هات قدام، مبروك جات لك رخصة. خد الرخصة. ايه مالك؟ اصل دي أول مرة حضرتك تتبسمي فيها من ساعة ما تقابلنا. طب خلصني اعمل معروف. حاضر حالا. هي قربت تتفك اهي. يا مسهل. ايه؟ اوعى. ايه الهباب اللي عملته ده؟ ايه بس في ايه؟ أنا متأسف خالص. متأسف إيه؟ أنا متأسف. كنت فاكر إنه البنزين طلع إنه زيت. طب والعمل؟ العربية دلوقتي مش ممكن تمشي، الموتور اتحرق. وشي والزيت اللي عليه. تسمحي لي؟ أهو بقينا خالصين. أنت إيه يا أخي؟ أحمد فهمي. ما سألتكش عن اسمك. يبقى أنا لازم سمعت غلط. طب ممكن توصلني في سكتك وبعدين أبعت الميكانيكي ياخد العربية؟ يا سلام، هو ده الحل الأمثل. اتفضلي سيادتك. الباب ما بيتفتحش، لا مؤاخذة. طب هطلع ازاي؟ في طريقة تانية. اتفضلي. خدي بالك. أيوه.
سلام، بشرف النهارده اسعد يوم في حياتي. ده انا اللي قلت لوالدتي ان انا قابلتك. هتطير من الفرح. وجايز ما تصدقنيش. اصلها هي كمان بتحبك قوي. طول النهار تدور في الراديو على اغانيكي. هي عيانه اليومين دول. لكن ان شاء الله هتخف وتقوم بالسلامه. انا بصلي وادعي لها كل يوم. اصل انا طيب قوي وابن حلال ودعايا دايما يستجاب. ما خالص تمنياتي لوالدتك بالشفاء العاجل. ممكن اطلب منك خدمه؟ اتفضلي. ممكن تسكت وانت بتسوق لحد ما نوصل؟ حاجه تجنن. سوق على مهلك، بص قدامك. اسمحي لي اخش اغسل ايديا. لازم يعني؟ يعني يهون عليك اروح ازور امي في المستشفى بالشكل ده؟ اتفضل. شكرا. يا سلام. يلا سلام يا هاني. سوق الفيلا ده رائع. ايه مدام في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ازيك يا سنيه؟ ما تخافيش، مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ امال ايه ده؟ جاريه يا سنيه، اذا كان هاني ما قالت لك مفيش حاجه. وصلي الاستاذ على الحمام يغسل ايديه. اتفضل. مفيش داعي تتعبي نفسك يا سنيه. روح انت اعملي لي فنجان قهوه واوصفي لي مكان الحمام. اوصف لك مكان الحمام؟ ايوه. ايه فيها ايه دي؟ فيهاش حاجه. ها على ايدك اللي بتاكل بيه. خلاص فهمت، ولو ان انا شخصيا باكل بايديها الاثنين. مفجوع يا بيه. ثانيه اعملي فنجان قهوه لهانم، اكيد جايه من السفر تعبانه. انا ما وردش عليا حاجات من دي ابدا. جبت منين التحفه ده؟ انا لا جبت ولا حاجه، ده انا عربيتي كانت عطلانه في السكه وصلني، ده قلب دماغي من كتر الرغي. طب ياكل بايديه الاثنين، شكله كده مش هيمشي بسهوله، باين عليه لزق. لا 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 لا، انزلي اعملي له قهوه وانا نازله له على طول. عيني. مظبوط يا شطره؟ مظبوط يا فندم. شكرا. اهلا اهلا. اهلا يا فندم. اتفضلي. اتفضلي حضرتك. هما لا مؤاخذة جايبين فنجان واحد ليه؟ حضرتك مش هتشربي معايا؟ لا. لو ما عندكوش بن كفاية، أنا مستعد أتنزلك عنه. أنت عارفة حضرتك الحاجات دي ما فيهاش كسوف. بالهنا والشفا ليك. الله يهنيك. طب إيه رأيك نخمس سوا؟ أنا شفطة وأنت شفطة. زي ما بنعمل انا واصحابي في السجاير لما بنكون مفلسين. لو سمحت استعجل شويه لان بالليل سهرانه في الشيراتون ولازم استريح قبل ما اخرج. هو حضرتك هتغني الليله؟ لا معزومه. عندك حق. تحبي افوت عليك اوصلك؟ لا شكرا، في ناس اصحابي هيعدوا ياخدوني. انا عايز حضرتك تعرفي ان انا وعربيتي دايما في خدمتك. تاني؟ مين عارف؟ كل شيء اسمه نصيب. طيب استاذن انا بقى. يا خبر، بكل سرور. متشكرة. اهلا. شكرا. على فكرة ده انا نسيت اعرف حضرتك بنفسي. لا لا مالوش لزوم، معلش. ما انا هقول لسيادتك بس معلش. ما مع السلامة. انت انست شرفت جدا. والله حقيقي. جدا جدا. يعني يا باقي كتير. اهلا. طيب متشكرة يا فندم. مع السلامة. انا بيت الكرم. اهلا اهلا. سلام عليكم. ها وبعدين عملت ايه؟ ولا حاجة، بعت الميكانيكي يشوف ايه حكايتها. بكره غيرها لك واحدة أحسن منها. تغيرها إيه يا شكشك؟ دي بقى لها كام شهر يا دوب؟ ولا يهمك، هجيب لك بدل عربية سبعة بعدد أيام الأسبوع. أنا مستعد أفرشك الأرض حرير، بس تسمع. ياااااي ده إيه الهنا اللي أنا فيه ده؟ إيه الهنا ده؟ مساء الخير يا جماعه. احمد فهمي صديق مدام حنان، وفي نفس الوقت مخرج استعراضي ومسرحي وارد الخارج. حلو قوي وارد الخارج دي. لا حقيقي، اصل انا بعد الثانويه كان كل املي في الحياه ان انا ادرس فن. سافرت امريكا يا مولاي كما خلقتني، مسحت بلاط وغسلت صحون لما قلت يا كفا، لما رجعت من هناك ومعايا اعلى الشهادات من عندهم. امال يعني ما سمعناش عنك قبل كده؟
جاي السما حضرتك تقيل شوية. مش بدل مسح البلاط وغسيل الاطباق كنت درست حاجة على قدك؟ ممكن اتعرف على حضرتك؟ محمود شكري المقاول الكبير. يا محمود يا شكري يا مقاول كبير، مش عيب ان الانسان يكافح ويتعب ويشقى ما دام عنده امل نبيل بيسعى الوصول اليه. حلو يا جماعه الحته دي. بقى كل الرغي ده علشان حته شهاده اخدتها؟ ما هو بالنسبه للجدعان اللي زيي الشهاده دي اول درجات النجاح، وبعدين كل شيء اسمه نصيب يا محمود يا اخويا. الفنانين في الاول بيكونوا مغمورين وبعدين يتعرفوا. ايوه بس ده اراجوز مش فنان ومغرور في نفسه قوي. حضرتك بترقصي هايل. فين الايام البالس؟ ما احنا فيها. العشاء دي اصلها اسمه نصيب وانا اسمتي الليله في حته تانية. ضروري اشوفك. ضروري يا هاني. تأمري بحاجه يا حنان؟ ميرسي. فرصه سعيده قوي يا محمود بيه يا شكري يا مقاول يا كبير. فردتين مرة واحدة. طب وإيه العمل دلوقتي؟ مش عارف. مساء الخير يا جماعة. يلزم خدمة؟ تصور فردتين كاوتش نايمين. ما هو كاوتش الايام دي مع الاسف مش ولا بد، علشان كده سيادتك لازم تشتري منفاخ وتشيله في العربيه. انا اشيل منفاخ؟ وفيها ايه؟ اوروبا كله كده، كل واحد ماشي بمنفاخه حتى اللي ما عندوش عربيه. المهم انا هموت من البرد كده. طب ما تتفضلي حضرتك اوصلك. ابقى طمني بالتليفون بكره. ما اجيب لك تاكسي احسن. استاذ احمد مش غريب. ايوه الاستاذ احمد مش غريب. مع السلامه. بقولك ايه، ابقى سوق على مهلك يا جدع. انت تحت امرك ساعه البيه. اتفضلي يا مدام. اتفضلي يا مدام. انا لسه ما صلحتش باب العربيه، معلش هجيب السلم برضه. عمرك ما هتصلحها. اعمل ايه بقى؟ اتفضلي. باي. you
غريبة حكاية الكاوتش دي. قولي الحمد لله ان انا كنت معدي في الوقت المناسب. ودي كمان غريبة. ولا غريبة ولا حاجة. ده دليل على ان قلبك ابيض وفيكي شيء لله. زي تمام. تعرفي انت كنت منورة الشيرتون الليلة. بلاش مجاملة. دي الحقيقة. ولولا ان انا خايف انك تقولي ان انا ببالغ. كنت قلت لك ان نورك كان مالي الشيرتون وكل العمارات اللي حواليه. لكن انت صحيح درست الفن؟ طبعا يا فندم. ده انا معايا فيه اعلى شهادات في الاخراج المسرحي. وازاي ما اشتغلتش وتعرفت لحد دلوقتي؟ كل الشغل اللي اتعرض عليا ما لقيتش فيه نفسي، فرفضته بإباء وشمم وقلت طز. يا اخي لازم يحصل تنازلات في اول الطريق. اللي يتنازل عن اراءه وافكاره مره يتنازل عنها كتير قوي بعد كده. ثم هتنازل عنها ليه؟ في فلوس جالنا كباب، مفيش فلوس بارك الله في الفول والطعميه. الشيء الوحيد اللي يهمني اني اوفر علاج لوالدتي، والحمد لله مستوره لغايه دلوقتي. طمني زيها. ما عندكيش فكره لما قلت لها ان انا قابلت حضرتك عملت ايه؟ عملت ايه؟ قعدت على سريرها وهاتي اسئله. صحيح يا احمد؟ سلمتليش عليها يا احمد؟ يا ريتك كنت مستهالي يا ابني. قلت لها يا ماما ايه اللي بتقوليه ده؟ قالت لي ما فيهاش حاجه يا ابني، اصلها ست طيبه وعلى نياتها. يا خساره، كل سكه حلوه قصيره. تعالي من هنا بقى حضرتك نوفر عليك حكايه السلك. ايوه خدي بالك. تصبح على خير. وانت منال. عليكي من ساعة؟ قلت له دي نايمة. اداني درس في الصحة وفايدة الصحيان بدري، وقال لي ازاي المدام ما تصحاش بدري عشان تشم اكسجين ونيتروجين، وقعد يكررلي كلام كتير قوي. عارفة أنا لو كنت كملتي تعليمي كنت قلتهولي كله. واتهمني يا ستي بإني بضرك عشان سايباكي نايمة، ومن ساعتها وهو قاعد القعدة دي. زمان الجيران متضايقين منه خالص. من ده؟ ده أنا عملت الإجراء القانوني اللي لازم يحصل في المواقف اللي زي دي. يا خبر في حاجة؟ اللي جرى في حاجة؟ انزل معاك. ايه؟ انزل. ايه؟ انا انزل يا اخويا. طب ليه عايز انزل ليه بس يا فندم؟ طب انا عملت ايه بس؟ حضرتك تفهمني. الله، طب واخدني على فين؟ ركبني ورا ليه طيب؟ طب حد يكلمني؟ حد يفهمني؟ اركب. طب الكاسيت بتاعي من فضلك. اركب. طب ما تفهموني انا عملت ايه؟ ايه امين؟ حصل ايه بس بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. دلوقتي واحد قاعد بيسمع راديو في حاله. بس مش عليك كده. مش عايز كلام. فهمني حضرتك. فهمني ليه؟ يا سلام يا سلام، دي اسعد ليله في حياتي. اتفضل. يا دي الليلة النكد. اف الفردتين برضو. هاي هاي. انا هرجع. مش خارجة يا شكر. انا مش عارف ايه النحس ده. مساء الخير يا جماعة. ايه ده تاني يا شكر بيه؟ ما انا قلت لحضرتك حط منفاخ دايما في العربية. انت ايه اللي جابك؟ الاسم والنصيب. نعم يا اخويا. انا اصلي عندي الحاسه السادسه قويه قوي، بكتشف بيها اماكن العربيات العطلانه على بعد 100 كيلو. ميكانيكي حضرتك؟ المهم انا تحت امركم، تحب اوصلكم فين؟ ده بس عشان ما اكسفكش قدام المدام ويبقى موقفك بايخ. انا مش راكب. ليه بس يا شكشو؟ يلا عشان ما نتاخرش على الناس الموجودين هناك. اتفضل حضرتك. عن اذنك.
يلا يا شكشب. تفضلي يا فندم. تفضلي. ايوه. تفضل شكشبي. ما تنساش السلم. ايوه. برافو. برافو يا شكشب. هو شكري بيه بيبني عمارات؟ عندك عمارة تحب ابنها لك؟ أوعدك بشرف، أول لما أغتني وأفكر أبني عمارة هجيبك عشان أنفعك. إحنا دلوقتي بقى في بينا عشرة. شكري بيه مقاول قد الدنيا. شغلانة المقاولات دي شغلانة حساسة جدا. طبعا حضرتك بتقري في الجرايد عن العمارات اللي بتقع بسبب غش المقاولين. يا أستاذ أنا ببني أعظم وأجدع عمارات في البلد. يا سيدي من غير ما تمدح في نفسك، انا خلاص وعدت هخليك تبني عمارتي. ها كل شويه ابني عمارتي تبني عمارتي. طب ايه رايك بقى؟ مش هبدها لك. ده كلام برضو تقوله يا راجل بعد ما اتفقنا. ثم منظرك يكون ايه دلوقتي لما اجيب مقاول تاني يبنيها؟ لا لا يا شكري بيه، لازم تفكر في سمعتك. انت بتهرب بتقول ايه؟ جرى ايه يا شكشك؟ ده الراجل بيهزر معاك. هزاره سخيف. تسمح تسوق وانت ساكت يا استاذ احمد؟ حاضر يا فندم. يا سلام، الجو جميل بشكل النهارده. الجو بارد. هو مش بارد بارد، انما بيلسع. حضرتك حاسس بلسعته؟ أنا اللي شفتك يا بنتي. ان شاء الله لما تقومي بالسلامه هبقى اجي ازورك في البيت. ربنا يسعدك ويكفيك شر اولاد الحرام. لا 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 لا، من ناحيتي اطمني خالص. طول ما انا جنبها ما حدش هيهون. انت ناوي تعسكر جنبي على طول ولا ايه؟ طبعا ده واجب عليا. Thank you.
ما فيش حاجة. ما فيش حاجة؟ وأنا مش عارفاكي؟ فين الابتسامة اللي ما بتفرقش شفايفك؟ وإيه السرحان ده كله؟ مش عارفة كده، حاسة إنه حاجة ناقصاني. إيه اللي ناقصك يا ست الكل؟ مش معقول يختفي كده من غير سبب. يا أختي، المركب اللي تودي؟ لا مش للدرجة دي، برضو كان ظريف. ظريف بس؟ آه طبعًا، يعني أمال هيكون إيه؟ المدام صحية؟ تعيش انت. ممكن ادخل؟ ايوه طبعا اتفضل. الباقي في حياتك يا احمد. حياتك الباقي؟ لكن حضرتك عرفتي ازاي؟ رحت المستشفى وعرفت، بس انا زعلانه منك. مني انا؟ ليه؟ كان المفروض تتصل بيا. ما حبيتش اشرك حد معايا في احزاني. حتى انا؟ حضرتك ما تعرفيش انت ايه بالنسبه لي. حضرتك تحبي تشربي ايه؟ هنشرب حاجه سوا بره. لا انا ماليش نفس اخرج خالص. حتى وانا معاك؟ لا طبعا، بس متهيالي ان انا دمي هيبقى تقيل. هستحملك وامر الله، بس ما تزودهاش قوي. تعرفي ان دي اول مره ابتسم فيها من اسبوع. الا قولي، هو الحمام برضو على ايدك اللي ما بتاكلش بيها؟ انت لسه فاكره؟ هو ده يوم يتنسي؟ انا كان متهيألي ان انا بس اللي فاكر. يلا ما تضيعش وقت، قوم احلق دقنك وغير هدومك وانا مستنياك. يلا يلا بقى. يلا. حاضر يا ستي. تعرفي في حقيقة عمرنا ما بنحس بيها ولا بنفكر فيها غير لما بتفاجئنا. ايه هي؟ الموت مثلا. انت دارس اخراج ولا فلسفة؟ الحرمان والوحدة بيعلموا الانسان حاجات كتير. مش انت بس لوحدك اللي جربت الحرمان والوحدة، انا حاسة اني وحيدة ومليش حد في الدنيا، وساعات لازم اضحك للناس رغم انه جوايا بيبقى حزين. بالرغم من كل الناس اللي حواليكي دي شيلة المصالح كلها، الانسان الوحيد اللي بيحبني وبحبه بصدق مريض وربنا يشفيه. هو ده الراجل اللي في حياتك؟ انت فهمتني غلط، انا بكلمك عن واحد في منزلة والدي. مين ده؟ موسيقي قديم ما خدش حقه في النجاح، لكن راجل طيب جدا، فضل واقف جنبي لحد ما وصلت للسلطان. انت حمسيني قوي ان انا اقابله. احنا لازم نزوره يوم. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 4. تحبي حضرتك نروح؟ نروح فين؟ انا هعدي على البيت اغير هدومي ونروح سوا الاستوديو. هنعمل ايه في الاستوديو؟ انا هسجل لحن جديد وعايزك تقول رايك بصراحه. بس حضرتك عارفه ان انا لما بقول رايي بصراحه بعك والناس بتتضايق. عك ولا يهمك، انا عايزك دايما تقول لي رايك بصراحه. اوعدك انك مش هتسمعي مني غير كل صدق بصراحه.
إنما أنت حقيقي غريب، بتفهم في كل حاجة حتى التسجيل. يا فندم أنا بتاع كله، حقيقي إن أنا اتمرمطت برا، لكن في الآخر اتعلمت كل حاجة. بما إنك بتاع كله، إيه رأيك في الغنوة؟ تجنن، بس أنا كنت حاسس وأنت بتغني إن عينيكي بتروح لبعيد، بالرغم إن عقلك وصوتك مركزين قوي في الغنوة. فعلاً أنا كنت بسرح كتير، لإني عايشة وحاسة بكل كلمة في الغنوة دي. ساعات بحس إني وحيدة، وساعات بحس إني سعيدة، وأرجع أحس تاني بالغربة. غريبة إن الأحاسيس دي كلها موجودة جواكي. أنا كان متهيألي إنك أنتي على طول سعيدة وبتضحكي. فعلاً شكلي وتصرفاتي بيقولوا كده، إنما جوايا حاجة تانية خالص. ايه يا سعد انت فين؟ والنبي ما تسيبنيش يا حبيبي، اخلص تنومني على طول، ها؟ احسن بتعب انا من الناس اللي بتتاخر عليا في المواضيع اللي زي دي. ميرسي يا قمر. ايه يا مدام؟ هو الاستاذ اتاخر ليه؟ معلش زمانه جاي. اهو جه. مساء الخير. اهلا احمد. عندك تأخير 7 دقايق، مش عيب عليك. تصوري نزلت لقيت كاوتش العربية نايم. الله، وهيكون شك رجع من السفر وزارك. مش بعيدة. يا جماعة، أحب أقدم لكم الأستاذ أحمد فهمي، المخرج الاستعراضي والمسرحي، ومصر كلها هتتحدث عنه قريب. مدام سعادتك قلت عليه كده يبقى كلنا مصدقينك. ده مش بس كده، الأستاذ أحمد دارس في الخارج. في الخارج، في الداخل، بره، جوه، مدام سعادتك مقتنعة بيه خلاص. أنا ثقتي بيه أكتر من ثقتي بنفسي. إيه ده؟ إيه يا سيدي؟ إيه يا عمي؟ خلاص يا أحمد، خدت باسبور النجاح لرحلة الفن الطويلة العظيمة. بقولك يا أحمد، اديني من وقتك ساعة. ليه؟ حدها لك تاني. تعالى عشان الناس متشاقة قوي وفي منتهى الشوق لمعرفة أخبارك. تعالى يا أحمد. على إذنك يا مدام. اتفضل يا أحمد. إيه؟ اتفضل. بس هم الناس يعرفوني منين عشان يبقوا عايزين يعرفوا أخباري يعني. خلاص يا سيدي، نعرفهم بيك الأول وبعدين نبقى نعرفهم أخبارك، ولا إيه؟ أحمد أنا عايزك تفتح لي قلبك، لأن دي عملية مش بسيطة، خاصة معايا أنا. يعني عمودي هيعمل عمال كبيرة قوي، ها؟ عايزك تفتح لي قلبك كده بقى، خليك نور معايا، ها؟ قول لي، أين نشأت وترعرعت؟ هو لا، شوف، هو في أعماق القرية، بصراحة بقى، بس كنت عايز شغل بقى يبقى في أعماق القرية المصرية، حيث الأصالة والفن العذري، يا عيني. أين اكتمل نضجك الفني؟ على مهلك واهدى اهدى اهدى. ما أنا هقول لحضرتك. أنا عايزك تهدى اهدى يا أحمد، وأنت ما تتسرعش في الإجابة. أين اكتمل نضجك الفني؟ لا يمكن، خد بالك، لا يمكن، لسه بدري برضه. لا يمكن القول بأن الفنان وصل إلى مرحلة النضوج، لأنه في الواقع يزداد نضجا من كل يوم، يجد أو يجدد، خلي بالك من يجدد دي، يجدد فيه ثقافته وعلمه وأحاسيسه. لذيذ. لذيذ حقيقي وتام. ده موهوب جدا، بإذن الله هينجح قوي قوي قوي، وهيقدم حاجات جديدة خالص إن شاء الله. الحب، خد بالك من دي، لأن دي نقطة الجمهور يهمه قوي إنه يعرفها عنك. الحب، الحب والشعور والحساسية والعاطفة. إيه؟ خلاص خلاص، لا هو معروف، معروف يعني. أشعر به يهز أعماقي ويملأ كياني، ولكن أخاف أن تلمسه يدي فلا أجده. دي سوي أوي أوي. الله. إيه يا أخوان؟ إيه يا سعد؟ يا عمي قايل له لف، يعني لف مع في الحفلة ويجي لي يملى. هكمل لك الحكاية دي بعدين، ها؟ حديث بعدين. يا سعد، إملى لي كاس يا سيدي، إملى لي كاس. Thank you.
سكت ليه؟ لأني حسيت إن كل القعدة دي معمولة علشاني. وفيها إيه؟ أنا ما استاهلش كل ده. ليه بتقول كده؟ اللي بيحصل ده جايز فيه إحراج ليكي لمكانتك الفنية والاجتماعية في البلد. كل اللي يهمني إن أنا مقتنعة بيك وحاسة إنه عندك طاقة وموهبة هتعمل حاجات كتير في الفن. وأنت إيه اللي مخليكي مقتنعة قوي بيا كده؟ هو أنا ما قلتلكش؟ ما قلتليش على إيه؟ إن أنا عندي الحاسة السادسة زيك، زي ما أنت بتكتشف أماكن العربيات العطلانة، أنا كمان بكتشف الفنانين العطلانين اللي زيك. أيوة كده أضحك. يلا ندخل قبل ما الناس يقلقوا. على فكرة حضر نفسك بكرة لمفاجأة مهمة أوي. مفاجأة إيه؟ وأنا لما أقولك عليها هتبقى مفاجأة. ربنا يخليكي ليا. ايه ده؟ مسرح. ما انا فاهم انه مسرح، انما ايه حكايته ده؟ اجرته مخصوص علشانك، تقدر من دلوقتي تقدم عليه الفن اللي نفسك فيه، واذا رضيت تشغلني فكتر خيرك يا بيه. مدام حنان انت في وعيك؟ الكلام ده جد؟ طبعا. كلام رجاله يعني؟ لا مش كلام رجاله، كلام ستات، بس يعني ستات جدعان قوي. انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجة، اتفضل ادرس المسرح وشوف ناقصه ايه، معدات، ديكورات، مش عايزة يكون لك أي حاجة، وأكبر مهندسين ديكور هيكونوا عندك بعد دقايق من دلوقتي. ده أنا مش هتنقل من هنا، أنا حاجات ليل نهار. عظيم، عقبال ما أنت تقابل المهندسين أنا هروح أزور الأستاذ مبروك، لأنه كلمني بالتليفون الصبح وعايز يشوفني ضروري. أحمد، مالك؟ ربنا يخليك ليا، وللفن. وللبلد كلها. انت اجرت مرسح؟ عرفت منين؟ انا ليا مين غيرك عشان اسال عن اخباره واطمن عليه. ايوه حسن. وناويه تجدديه وتجيبي له معدات صوت واضاءه من اوروبا زي الحاجات اللي بنسمع عنها. ايوه. علشان كده بعت مجوهراتك وحطيتيها على تحويشه العمر اللي كنت مأمنه بيهم مستقبلك. سنية قالت لك؟ سنية خايفه عليكي، وانا كمان خايف عليكي. الزمن غدار والفنان دايما على كف عفريت، مفيش مجد بيدوم، مفيش شيء بيستمر، والانسان الواعي هو اللي يعمل حساب بكره قبل النهارده. انا ما بعتش مجوهراتي علشان حاجه غلط، أنا بحاول أطور فني وأخلي الناس تشوفني في أسلوب جديد. الشاب ده عنده كام سنة؟ أنا مالي ومال سن؟ حنان، أنت بتحبيه؟ إيه اللي بتقوله ده يا أستاذ مبروك؟ أنت عارف إن موضوع الجواز والحب نسيتهم من زمان من اللي شفته. أنا ارتباطي بيه ارتباط فنانة بموهبة تستحق التشجيع. أنت فاكر في بداية حياتي الفنية قد إيه اتعذبت لاني ما كنتش لاقي حد يقف جنبي؟ بس كده؟ بس كده. ممكن تخليني اشوفه؟ اوعدك نفوت عليك بكره او بعد بكره. على فكره هو كمان نفسه يشوفك من كتر ما كلمته عنك. صباح الخير يا قمر. صباح النور يا جميل. الساعه كام دلوقتي؟ 8 بالدقيقه. وكل يوم من ده. هي المدام صحت ولا لسه؟ وعايزها تصحى ليه دلوقتي؟ ورانا شغل. محدش بيشتغل الساعه دي الا بتاع اللبن وبتاع العيش واللي بيلم الزباله. ما هو لو انت بطلي غلبه انت بس، اخرجي منها. اسمعي، اعملي لي قهوه سكر زياده، وهاتي السكر لوحده. السكر لوحده؟ ما سمعتهاش دي اول مره، لازم هيحط السكر في جيبه. مين؟ اصحى يا نايم وحد الدايم، ابو حميد واقف على الباب. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه اللي جابني ايه؟ مش في شغل بينا استهانم. أنا عايزة أنام. تنامي ده إيه؟ الرزق يحب الخفية. ها؟ قلتي إيه؟ صباح الخير. صباح النور على البنور. ها؟ هتنزلي ولا أدخلي؟ تدخل ده إيه؟ طبعًا هنزل. خلاص، مستنيكي تحت في الحديقة. حديقة؟ أيوه، الحديقة الغناء اللي تحت. طيب، استناني في الحديقة وأنا نازلة وراك. وأنا هقول لسنية تطلب لك الفطار. يا خبر.
فين علماء الفلك يشوفوا المعجزه دي؟ معجزه ايه؟ الشمس والقمر الاثنين طلعوا في وقت واحد. بطل كلام وتعالى نشتغل. نشتغل؟ ايوه، امضي هنا. ايه ده؟ عقد يضمن حقوقك شريك بالنص. انا شريك؟ ايوه. وبالنص كمان؟ مش كفايه؟ مش كفايه ده ايه؟ هو انا ايه اللي عملته عشان استحق كل ده؟ لازم تشتغل وانت مطمن على مستقبلك. مستقبلي كله ان انا اكون جنبك، مخرج، فراش، ان شاء الله اكون ساعي، المهم جنبك. ما هو انا عشان اضمن انك ما تسيبنيش وتشتغل بره لازم امضيك. انا اشتغل بره؟ ده انت لو طردتيني من الباب هنطلك من الشباك، ان شاء الله اروح فيها السجن. في دي انا مصدقه انك تعملها. اتفضل امضي بقى. مالك؟ اللي عملتيه ده مش ممكن يعمله بشر. امال ايه؟ يعملوا ملاك جاي من السماء علشان يسعد الناس ويهنيهم. اتفضل افطر بقى. لا ده انا سبقتك من الساعه 7، رقعت 2 فول بالبيض وغطيتهم بواحد شاي بالحليب. ثم ان انا لازم امشي دلوقتي حالا، العمال هتبتدي تبني في المسرح الساعه 9. ولما انت مش فاضي ورايح المسرح صحتني من بدري ليه؟ حبيت اشوفك واخد البركه اللي ببتدي بيها يوم جديد في حياتي. منحتك بركات. انما انت ناوي تعمل الحكايه دي كل يوم الصبح؟ يا ريت على الصبح وبس. امال ايه؟ حضرتك تسمعي عن اللزق الانجليزي؟ ايوه. اهو انا بقى انيل منها. انت ايه حكايتك؟ مش بقولك كل شيء اسمه نصيب. انا لازم امشي. امال استاذ احمد فين؟ موجود يا فندم. هو احنا عارفين نشرب كوبايه ميه منه؟ ايوه خلي النور هنا. لا 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 جيبه كده على جنب شويه. هاي هاي. خليك بقى زي ما انت. ايه يا مجنون ده؟ كان ممكن تكسر رجلك بالحركه دي. فداكي. طب لو كانت رقبتك اللي انكسرت؟ ساعتها كنت بقيت شهيد فنك وجمالك. يا ريت شغلك يكون عظيم زي كلامك. انا شغلي وكلامي من قلبي، منتهى الصدق والاخلاص. اتفضل كل بقى. خلاص انا اكلت الصبح. عارفه 2 فول بالبيض وغطيتهم بالشاي واللبن، بس الساعه 3 دلوقتي. معقول؟ يا خبر ابيض، ما حسيتش بالوقت خالص. يا ترى هتبقى جاهز امتى؟ بالكتير خالص اسبوعين.
من يستحق التهنئة الليلة دي هو المخرج المجدد الأستاذ أحمد فهمي. نجاح شريف يحيى. نجحنا ثانيه، نجحنا نجحنا ان شاء الله دايما يا رب. اسمعي نعم. روحي بقى قولي لهم يبعتوا لنا اثنين عصير واستفندي، وخدي لك واحد على حسابي. ياه والبحزه دي كلها يا يلا بقى ان شاء الله ما حد حوش. يا سيادنا اللي جوه. نعم يا اللي بره. في تلغراف علشانكم. تلغراف من مين؟ من انا طبعا. يا سلام عليك يا اخي، فين التلغراف ده؟ لا التلغراف ده من النوع الذي يسمع ولا يقرأ، زي ما قالت الهوى يعني. طيب قول. بحبك بحبك بحبك، في انتظار ردكم، طمنونا. التوقيع أحمد فهمي. إيه قلتي إيه؟ إيه اللي بتقوله ده يا أحمد؟ أوعي تقولي إني عكيت. إيه اللي قلته ده عمره ما كان في خيالي. أنا شدة حبي ليكي هي اللي ادتني الشجاعة إني أقول لك الكلام ده. مسألة الحب دي شلتها من حياتي خالص. من زمان. مش بالبساطة دي يا حنان. جربت وتعذبت. مش ممكن إن التجربة فاشلة في الحياة تحرم الإنسان من أجمل شيء في الدنيا. ثم إن تجربتك الأولى دي كان لازم تفشل. ليه؟ علشان قلبك يبقى خالي. وأجي أنا النهاردة قدامه وأركن وأستحلفه إن هو يوافق على جوازنا. جوازنا؟ أيوة ما كده برضه تسرح بيا؟ أروح البوفيه أقول لهم عايزة عصير واستفندي يقولوا لي مفيش غير عصير بطيخ ويضحكوا عليا. أنت صدقتي برضه. اتفضلي. بصحة نجاحك. بصحتك انت العمر كله. ألف مبروك نجاحك يا ابني. متشكر قوي يا فندم. بس كان نفسي جدا إن حضرتك تحضر معانا الليلة. أنا كنت معاكم بقلب. يا ريت تحضر العرض بكرة ويانا. ما أنت عارف خروج دلوقتي أنا ما بخرجش. خطوتي بقت على قد يا دوب من الأوضة دي للأوضة دي. ليه بس؟ ما صحتك كويسة أهي والحمد لله. ده في الظاهر بس. لكن الحقيقة أنا نفسي مات قبل جسمي. ليه بس التشاؤم ده يا أستاذ مبروك؟ ملوش لزوم يا أحمد. ليه؟ الأستاذ أحمد زي ابني ويهمني يعرف حكايتي. من حوالي 10 سنين قابلت بنت أصغر مني بكتير في السن، كانت مغمورة محدش يعرفها. عجبني صوتها، حبيت أقدمها للناس. شوية شوية قلبي انفتح لها، حبيتها، بس برضو كنت خايف. شجعتني، قلت لها فارق السن بيني وبين الكبير. قالت لي السن الكبير قيمة وقار وحكمة. صدقتها واتجوزتها واشتهرت. في يوم رجعت من حفلة كنت فيها مع حنان، لقيتها في اوضه النوم مع عشاء، وقفت زي المجنون. اول حاجه عايرتني بيها كانت سني، هجمت عليها وقتلتها. حبسوني 5 سنين، حسيت فيهم بالذل والوحده والعار، خصوصا بعد ما عرفت ان كل الناس كانت عارفه إلا أنا. أستاذ مبروك أنت ما غلطتش. هي الإنسانة معدنها ما كانش أصيل. أنا معاك. معاك إن معدنها ما كانش أصيل. بس أنا كمان غلطت. كان في فرق في السن كان لازم أحترم وأعمل حساب. لزوم إيه نرجع للماضي يا أستاذ مبروك؟ هو كان راح علشان يرجع. ده لسه عايش جوايا. راجل طيب مش كده؟ بس حكايته مأثرة عليه. اللي شافه مش شويه. انا حسيت من كلامه انه فقد الثقه في الناس، ما بيشوفش الدنيا غير من نظره واحده، وده غلط. ثم ان هي اكيد ما كانتش بتحبه. ايه اللي خلاك تقول كده؟ لان مستحيل الانسان يكون بيحب ويخون اللي بيحبه في يوم من الايام. والحكايات اللي بنسمعها كل يوم بتكون وهم ومصالح. الحب اقوى من ان هو يضيع تحت اي ظروف.
ايه اللي وقفك هنا يا احمد؟ عايز اوري لك حاجه. اشمعنى المكان ده؟ تعالي بس. شوفي بقى يا ستي، ايام الفشل والضياع كنت باجي اقعد هنا لوحدي تحت الشجره دي، كنت بقعد بالساعات واقعد ابص الميه وافكر ان انا انتحر وارجع تاني اقول خساره تحرم الفن منك ومن عبقريتك. علشان كده جيت دلوقتي عشان احتفل بنجاحك واغيظ المكان اللي ياما شاف ايام فشلي. المره دي مش بس ناجح، انا معايا كمان اجمل ست في الدنيا. ها قولي لي بقى، كنت مستغربه ليه؟ ابدا، اصل الشارع ده ليه ذكريات عندي. ممكن اعرفها؟ ده يعني لو ما كانش ضايق. ابدا، بس انا في المكان ده كان لازم في يوم اختار بين حبي وبين فني. ازاي؟ كنت بحب واحد كان المفروض إننا نتجوز، لكن ظروف شغله خليته يطلب مني إني أختار بينه وبين الفن. طبعا اخترت الفن. ويا ترى أنت ندمان على كده؟ عمري ما ندمت على حاجة عملتها ما دام مقتنعة بيها. طب إزاي ممكن أقنعك إننا نتجوز؟ سيبها شوية. تصبح على خير. انتي مش هتردي عليا بقى؟ هفكر وارد عليك. فكري دلوقتي اعملي معروف. مش معقول لازم تسيبني شويه لوحدي. 10 دقايق يعني؟ 10 دقايق ده ايه؟ نص ساعة. وبعدين معاك يا احمد. اعذريني، ما هو غصب عني. خلاص روح دلوقتي وبكره ارد عليك. امرك. بس وحياة النبي خليكي عارفة إن كلمة منك ممكن تسعدني العمر كله، وكلمة منك ممكن تتعسني العمر كله، ولو إن كل شيء اسمه نصيب. تصبح على خير. وإنتي من أهلي. شعوري برضه بالنسبة له. طب والعامل؟ خايفة. ارفضي، مش قادرة. اقبلي. وده برضه كلام. وانا عايزة انا اقولك ايه، ما هو مفيش غير الحاجتين دول. انا حاسة فعلا انه انسان تاني بيختلف عن كل اللي قابلته. مع احترامي لسيادته كل الرجال عجينة واحدة. ده كان رأيي برضه، لكن هو غيره. ده حنين بشكل. ده حنين انت. نامي بقى واستريحي، والصبح نبقى نتكلم في الحكاية دي. تعالي شوفي، تعالي اتفرجي. ما تزعليش مني، ده عايز سراية المجانين، واذا كنت خايفه من الفضيحه اجيب له دكتور المجانين لحد هنا. هو صحيح مجنون بس يجنن. والله ما انا عارفه مين اللي يجنن. ايه يا استاذ ده؟ ايه؟ في حاجة؟ أنا نايم في حالي. أظن بقى دي لا فيها بوليس نجدة ولا أمناء شرطة. نام في بيتكم. أنا أنام هنا زي ما أنا عايز. يوم، 2، 10، مش منقول من هنا، إن شاء الله العمر كله. لغاية لما أنت تردي عليا. هتاخد برد. عارف. وبعدين معاك يا أحمد. المهم اتفضلي أنت، أنا ميعاد نومي جاي. تصبحي على خير.
خلاص انا موافقه. موافقه. انت موافقه؟ ايه ده؟ ايه؟ انا مش هتجوز. تعالي بس تعالي.
ولا سنية الحقيني عليا البصل. وكان عليكي من ده ايه بس انت عمرك في حياتك ما شفت البصل. اصل نفسي يحس اني بطبخ له بايدي. ما عندكيش فكره الرز اللي عملته امبارح قد ايه عجبه؟ الرز بتاع امبارح؟ ايه ماله؟ لا جميل. يعني هو صحيح ما كانش قد كده لكن عجبه هو. اصل هو بقى كيف رز ملبك. اتفضلي انت بقى سنيه سيبيني يا باشا مهمتي. يا سلام ده يوم المن. اتفضل باشا مهمتك. ايه ده؟ عشان تمسح دموع البصل. ارجوك اتفضل اطلع بره وانا عايزه اعمل اكل بمجهودي. ما تسيبيني بس اساعدك عشان ناكل لقمه كويسه. ده بعدك طوعيني. ده بعدك. طيب خلاص يا ستي بس اتوصي شويه بالرز والنبي. ليه؟ هو ما كانش كويس امبارح؟ لا لا ده كان قايل بس اصلي جعان شويه النهارده. سيداتي أنساتي سادتي مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. بيسر البرنامج أن يستضيف الفنان الكبير والمخرج الاستعراضي الأستاذ أحمد فهمي. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. الحقيقة بتوصل للبرنامج جوابات كتير في هذه الأيام بالذات وكلها بتسأل وسعيدة بنجاح الاستعراضات الأخيرة والأغنيات الأخيرة. ويعني هنسألك سؤال صريح شوية بتسأله برضو الجوابات دي. بتقول يا ترى نجاح وإخراج الاستعراضات بالشكل الجديد ده كان سببه شهرة الفنانة حنان ونجاحها كمطربة ولا الفضل فيه لحضرتك والإخراجك يعني؟ هو في الحقيقة حضرتك ما تقدريش تقولي ان السبب في النجاح ده كله يرجع ليا انا يعني او للافكار الجديده والطريقه اللي انا قدمت بيها الاستعراضات للفنانه حنان. طبعا الفنانه حنان كان ليها استعراضاتها قبل ما نتعاون مع بعض. ممكن حضرتك تقولي ان النجاح ده كله يرجع الى التعاون اللي تم بيننا والافكار الجديده وطريقه الاستعراضات اللي انا قدمتها فيها. انتي مش معايا ان هو ابتدى يتكلم عن نفسه كتير قوي الايام دي؟ يا ستي انا ياما الناس تكلموا عني، دلوقتي هو اللي محتاج ان الناس تتكلم عنه. قريتي اللي مكتوب في صباح الخير؟ خير. هيشتغل في فرقه استعراضيه جديده؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ اهو مش هو ده؟ انتي برضو بتصدقي الاخبار دي؟ ما هو لازم تتاكدي. مش معقول كمان تقعدي في البيت وهو ينزل يشتغل مع ناس تاني. الفنان لازم يبقى قدام الناس والا هينسوه شويه شويه. الناس نسايه. بلاش كلام ملوش معنى. انتي حره. انا مروحه بقى هقضي شويه حاجات واجيلك بكره. مع السلامه. الله يسلمك. مستنياك. هي الساعة كام دلوقتي؟ ياه ايه اللي اخرك كده؟ ما انت عارفة انا كان عندي تلفزيون وبعدين كان عندي شوية مواعيد. على فكرة اتفرجتي على الحديث بتاعي؟ ايوه. وايه رأيك فيه؟ ما هو انت ما يتخافش عليك في الكلام. سهرت مع جماعه اصحابي شويه. قول لي يا احمد صحيح اتفقت على شغل مع فرقه من الجداد؟ انت مين اللي قالك؟ قريت في الجرايد والمجلات. هي فكره انما لسه ما اتفقناش. وليه ما قلت ليش؟ ما انا بقولك لسه ما اتفقناش. يعني كنت مستني لما تتفق وبعدين تقول لي؟
لا ابدا، بس انت عارفه الكلام في الحاجات دي كتير. بس انا شريكتك ومن حقي اعرف. تقصدي شريكتي في الشغل ولا في حياتي الزوجيه؟ في الاثنين. ولا انت شايف غير كده؟ يا حبيبتي انت بتكلميني زي ما تكوني زعلانه مني. انا ما عملتش حاجه تستحق كل ده، ثم ان انا فنان ومن حقي ان انا اشتغل مع اي حد وفي اي حته. نشتغل سوا ولا انت عايزني اقعد في البيت؟ يا حنان انت فنانه وممكن تقدري رغبتي في تقديم الجديد. جديد في الفن ولا الفنانين؟ في كله. خلاص اعمل اللي انت عايزه. حبيبتي انت مراتي وشريكة حياتي قبل ما يكون شغلي، المفروض انك انت تفرحي لي. ومين قالك اني انا مش فرحانه؟ كلامك بيقول غير كده. اصل صعبان عليا، ما اعرفش الخبر منك واعرفه من الجرايد والمجلات. خلاص اوعدك من هنا ورايح هتعرفي كل حاجه مني انا اول باول. اضحكي بقى، انا ما اقدرش على زعلك. وانت فاهم ان انا اقدر ازعلك، ده انا بقعد طول النهار افكر اعمل ايه عشان اساعدك. مش عارفة رغم زعلي منك، مش عارفة ازاي تقدر تنسيني الزعل في ثواني. عشان انت متأكدة ان انا بحبك. قريت الروبرتاج اللي كاتبه استاذ ابراهيم عنك؟ شوف يا سيدي، حنان بفنيها وقدراتها ما زالت تدفع بالمخرج احمد فهمي الى القمة حتى وهي في منزل الزوجية. اهلا يا استاذ احمد، اظن سعادتك قريت الروبرتاج اللي انا عملته. هلا ما دام المجله قدامك يبقى قريته. قطعا قريته. ايه يا استاذ اللي انت كاتبه ده؟ معناه ايه ان حنان هي اللي بتدفعني؟ يعني بتدفعك؟ يعني دفعك لقدام فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه خالص يا استاذ. انا اذا كنت ناجح فانا ناجح بمجهودي، مش عشان حد واقف ورايا ولا حد بيدفعني زي ما انت كاتب. الله 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 الله، خبر ايه يا استاذ احمد؟ الله، انت مش عارف المثل اللي بيقول وراء كل عظيم امراه؟ وانا بقول ان وراء كل عظيم فن اعظم وفكر اعظم. هو ده احمد فهمي، ده الكلام اللي انت لازم تقوله للناس لو حبيت تكتب عني. واضح؟ يا استاذ احمد من فضلك يا استاذ، انا مش فاضي دلوقتي، عندي شغل. سيبه يا استاذ ابراهيم، ما تطلعهوش من المود. مود؟ طلعه من المود؟ وانا دلوقتي اما بكلمه بطلعه من المود؟ معلش على كل حاجه انكبست، انما معلش يا استاذ احمد، قدامنا عمود تاني ان شاء الله، الى الملتقى في عمود تاني ومعايا القلم برضه. سلام عليكم. بتضايقش من حاجة؟ انت فاهمة ان واحد زي ده ممكن يضايقني؟ ده لا هو ولا عشر زيه. انا احمد فهمي. لا يمكن يا مدام انا اتهان بالشكل ده، انا اتهزأ بالشكل ده. انت عارفاني كويس يا مدام، انا عندي قلم ما يرحمش، عندي عمود في الجرنان لو سكعت ورزعت بيه ما قال الواحد امسحه. لكن معلش انا جاي برضو لحضرتك عشان استأذنك اخد موقف معاه من بكرة. معلش يا استاذ انا بعتذر بالنيابه عنك. ليه تعتذري؟ ليه يا مدام؟ ده انت سبب شهرته، ومع ذلك عمرك ما عاملتي الناس بالطريقه بتاعته دي. ده راجل مخربش بصراحه، راجل لبط. لا ابدا، انا قدمت له الخطوه الاولى بس، وبعدين هو بمجهوده كمل الباقي. لا 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 استهانم، انا مش مقتنع بالكلام ده ابدا، لان سعادتك بتتكلمي من هنا من خلال الحب، بدافع الحب، لكن عشان خاطر عيون سعادتك سماح النبادي، لكن مرة تانية يقع في ايدي، مرة تانية اتهزق منه العمود والقلم، ما عنديش غير عمودي وقلمي على طول. لا مؤاخذة يا فندم، استأذن انا عشان بس تكلمي مع سعادة البيه. لا لا مش ضروري انت خالص، لان انت عندك شغل، تعطل نفسك. هي مدام اول مبروك. الحقيقة مش عارفة اقول لك ايه. يا مدام حضرتك مبتعدة بقالك مدة، وبعدين الحفلات دي هتلف بيها العالم وهتبقى خطة كبيرة بالنسبة لي. مش هقدر، ده ما عندكش فكرة أنا مرتبطة بأحمد إزاي، وهو كمان ده حتى هدومه ما يرضاش يلبسها إلا لما ياخد رأيي. يا ست يجي معانا. بس هو وراه شغل، عموما أنا هاخد رأيي وأرد عليك. على العموم أنا مستني منك مكالمة في الأوتيل. إن شاء الله. أستأذن يا فندم. واحد اثنين
ايه المفاجأة الليلة دي؟ وحشتني وشغلك واخدك مني، قلت اجي اشوفك. معلش يا حبيبتي انا متأسف. ما تقولش كده، انت جوزي وانا احب اشوفك اعظم انسان. ما تيجي نروح. لا كمل شغلك وانا قاعدة هتفرج. البروفة دي ممكن تستنى، لكن شوقي ليكي مش ممكن استنى. عشان خاطري مش عايزة احس اني عطلتك، انسى اني موجودة. معقول انسى انك موجودة؟ طيب يا جماعة هنأجل البروفة لبكرة. شايف ان دي فرصة عظيمة بالنسبة لي. وانا خفت اوافق قبل ما اخد رأيك، لا تزعل. مفيش شك يا حبيبتي ان 3 أسابيع بعيد عنك هيبقوا عذاب بالنسبة لي. لكن انا فنان قبل ما اكون زوج، ومقدر الظروف دي كويس. وانا زوجة قبل ما اكون فنان، ولازم اراعي شعورك. انت طول عمرك عظيمة. بس انا بقى ليا شروط قبل ما تسافري. ايه يا حياتي؟ لازم تكلميني في اليوم ولو مرة، علشان لازم اسمع صوتك. وليه ما يكونش كل يوم مرتين تلاتة؟ يا ريت. في واحد بيقول ان بواب عمارة احمد بيه عايز يقابل حضرتك. خليه يدخل. صباح الخير يا ست هانم. ايوه يلزم خدمة؟ انا بواب العمارة اللي فيها شقة احمد بيه. خير؟ البيه يظهر مسح حنفية الحمام مفتوحة، والمية غرقت الشقة وقربت تغرق العمارة كلها. بس احمد من مدة كبيرة ما راحش الجيزة، ايه اللي فتح المية؟ جرية يا ست هانم، دي الشقة في الزمالك. اعملوا معروف الدين المفتاح او حد يجي معايا يفتحها. طيب انا جاية معاك. ايه في ايه؟ بعد اذنك انا كسرت باب شقة الزمالك لان المية غرقتها. انا متأسف من تعبتك. مش هممني التعب. امال ايه؟ هممني اني اخر من يعلم انه حضرتك عندك شقة وفارشها. ما انا حظي دايما كده، كل ما اقدم لك مفاجأة الظروف تبوظها لي. يا سلام على المفاجآت. الشقة انا فعلا خدتها، كنت ناوي افرشها شويه كنت عامل حسابي اني هاجي في يوم واقول لك اتفضلي ادي شقه الزوجيه وادي مفتاح الشقه، خدي مفتاح. طب ومالها الفيلا؟ الفيلا دي بيتك انت، لكن انا كنت عايز احس اني جايه في بيتي انا. معرفش يمكن اكون بفكر غلط، لكن هو ده احساسي. اخس عليك يا احمد، ليه تفكر كده؟ بيتي بيتك، انا وانت واحد. ربنا يخليك ليا. وحشني صوتك قوي يا احمد. مش مهم،
أي حاجة، المهم دلوقتي حاسة إني معاك. شغلك عامل إيه؟ قول لي الأول، بتاكل كويس ولا بتنسى نفسك؟ وحياة حنان عندك، خد بالك من صحتك. أحمد، بتاخدني في حضنك ولا لأ؟ أصل طول الليل بنام وحاسة إني نايمة على دراعك وفي حضنك. نفسي أكون طول الليل معاك. باي باي يا أحمد، يا حبيبي يا حياتي، باي باي. الواجب اليوم اللي علي هطلب لك مصر. لا بلاش. بلاش ليه كفل الشر؟ احمد عيد ميلاده بكره، هعمل له مفاجاه واسافر له. تسافري له؟ والحفلات والمتعهدين والجمهور والورد. يوم واحد وهرجع. والنبي انت عقلك بقى زيه. وحشني يا سنيه. قبل ما تقولي وحشني يا سنية لازم تعرفي المسافة اللي بيننا وبينه. المسافات مش مهمة، أي حاجة مش مهمة مادام هشوفه. يا ريت يكون بيحبك قد ما بتحبيه. يا ريت أنا أكون بحبه زي ما هو بيحبني. ما عندكيش فكرة بيقولي إيه كل ما أطلبه في التليفون. لا عندي، هو في حد بيتكلم زيه؟ ده لبلب. هو ما بيتكلمش، هو بيقول اللي في قلبه. إيه؟ وتصرفاته معاكي قبل ما تسافري كانت من قلبه برضه؟ أنا فكرت لقيت عنده حق. هو عايز يكون عنده شخصية مستقلة، نفسه يحس بكيانه كراجل عنده بيت وشقة فارشها بفلوسه، نفسه يصرف علي. يعني إيه العمل؟ رسيني على برا عشان أنام. كلميلي شركة مصر للطيران واحجزي لي على أول طيارة. يا حسبتي ده أنت توصلي بعد نص الليل. وماله يعني هخاف؟ لا مش هتخافي. الحمد لله اللي ما اتجوزتش، كان زماني مش شحطتها. راحة جاية جاية، راحة راحة جاية. الحمد لله على السلامة. سنة واحنا الاتنين دايما في حب. انما طمنيني الحفلات مشت كويس جدا جدا، وكان نفسي تكون معايا. انت اكتر واحد يهمني تشوف النجاح ده. بس انا جيت مخصوص علشان عيد ميلادك ومسافره بكره الفجر. بقى انت راجع بس عشان عيد ميلادي ومسافره تاني بكره؟ انت شايف ان ده كتير عليه؟ ده مش كتير عليا انا وبس، ده كتير على اي حد في العالم. ما هو انت كل العالم. بس انت كنت معايا طول الوقت، صوتك، صورتك، ضحكتك، نفسك، كنت شايفك في عيني. اديني جيت لك بنفسي ولا الخيال كان احسن؟ انت مفيش احسن منك في الدنيا دي كلها. كل سنه وانت طيب يا احمد. وانت طيب. علشان ابقى معاك دايما. انت دايما في قلبي. مدام مدام الحمد لله على السلامه.
ست الكل، احنا هنفضل طول الليل نقول ليه؟ اعمل ايه؟ ليه بعد كل اللي اديتهوله؟ ليه بعد كل الامان؟ بعد خوفي عليه من المستقبل؟ بعد كل الحب؟ طب ما كان قال لي كنت هبعد. لو قال لي انه بيحب كنت احترمته وكنا بقينا صحاب. بس ليه الخيانه؟ ليه؟ حبيبتي دلوقتي ايه طلباتك؟ عايزك تقابله. صباح الخير استاذ مبروك. صباح النور يا ست الستات. قابلته؟ ايوه. وقال لك ايه؟ عيط وقال انه ندمان وهيفضل طول عمره ندمان، وإنك بكده بتقتليه. أنا؟ أيوه، وطلب إنك تديله فرصة أخيرة. فرصة أخيرة؟ ده أنا ياما اديت له فرص، ده أنا ياما كذبت على نفسي وكذبت إحساسي، ده أنا ياما قلت لنفسي أنت أكيد غلطانة، مش ممكن واحد بيتحب الحب ده والمفروض بيحب ويخون. ده أنا ياما كنت بضحك على روحي علشان ألاقي له الأحذار. أنا عمر ما حد جرحني قد الجرح ده. المهم هو موافق على كل طلباتك. أنا ليا طلب واحد، يطلقني. النهارده هيحصل. المهم إنك فنانة، فنانة في ملايين بيحبوكي مستنيينك. مش قادرة، أنا جوايا حزين. هتعدي كل الأحزان صدقيني. صعب، أنا كلي متجرح، ما أقدرش أسعد الناس وأنا تعيسة. أمال أنت ليه طول عمرك عظيمة؟ علشان أنت في عز أحزانك بتقدري تقفي. تسقيف جمهورك ليكي هيخليكي تنسي كل أحزانك، استقبال الجمهور ليكي هيخليكي في السماء. حرام عليك يا أستاذ مبروك. هو ده العلاج علشان تنسي. أنا في جمعية مهمة جدا بيكلموني بقالهم مدة، بيترجوني أتوسط لهم عندك. هيعملوا حفلة هينقلها التلفزيون ونفسهم أنت اللي تحييها. أنا النهاردة وافقت بالنيابة عنك. إزاي توافق؟ أنا في إيه ولا إيه؟ فاكرة لحن؟ لا يا قلبي، اللحن جاهز عندي، نفسي أسمعه منك مرة واحدة قبل ما أموت. ممكن تعملي الخدمة دي لراجل رباكي، راجل بيحبك طول عمره، ممكن تقوليه؟ عشانك أنت أعمل أي حاجة يا أعز غالي. ربنا يخليك.